فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اليهود الذين كانوا على الدين الصحيح قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ككعب الأحبار وورقة، يقول ابن نوفل، وعبد الله بن سلام، يقول: هل كانوا يؤمنون بعيسى وهل يسمون باليهود؟ نعم، لو يكفرون بعيسى كفروا وليسوا يهودا، لازم يؤمنون بالأنبياء كلهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.